صاحب حد من جنسياتنا؟ جنسيات ايه؟ لا ما صاحبش اصلا يعني. روسية؟ الماني، جنسية المانية. امريكية طبعا. تركي. روسي. الماني. المانية، متمكنين قوي بصراحة. تكون جنسية قوية كده عشان واحد يتحمى بيها. أمريكية. جنسية كلها بتنقلها ب60 نيرة. فرنسوية. حلو. ألمانيا أو فرنسا. تعرف الأجانب دول ما شاء الله عليهم يعني. بصوا أي حاجة بس مش مصرية أكيد يعني. أمريكا، روسيا، الحاجات دي. ألمانيا. أمريكي. يلا بقى. إيطاليا طبعا. أنت عايز ممكن فرنسا. تركيا. مفيش كلام. مش هختار حاجة بس يكون من بره. روسيا. فرنسا. لا يبقى أمريكا عشان واحد يستقوى بيها. سيبك أنت، روسيا ملهاش حل.